رب دايما تكونوا بخير. انا بصور لكم النهارده من قدام القاعده البحريه الملكيه النيوزيلنديه. في ثلاث سفن واقفين، بس انا عارفه اسمين من السفينتين. السفينه الاولانيه اسمها اوتي اروا، السفينه الثانيه اسمها كانتربري، الثالثه مشوطه كده من اسمها، هي الثالثه صغنونه كده مش باينه يعني. انا بصور من منطقه اسمها ديفونبورت، المنطقه دي موجوده في شمال اوكلاند. طبعا دي اقرب منطقه من الشمال لوسط البلد، زي ما انتم شايفين هنا وسط البلد. المنطقه دي حلوه جدا، المدارس فيها حلوه، بس هي العيب اللي فيها ان اسعار الايجارات فيها غاليه شويه، وكمان المخرج منها على الموتور واي اللي سواء الناس اللي هتسوق بالعربيه صغير شويه، فبتبقى زحمه في فتره الصبح يعني، وفترة طبعا الرجوع من الشغل. لكن هي كمنطقة منطقة راقية جدا، منطقة حلوة يعني. زي ما انتم شايفين يعني بحر وبرد وهواء. يا رب بس يكون صوتي واضح. زي ما انتم شايفين برضو هنا المينا بتاعت اوكلاند وشغالة، في سفينة شحن واقفة وسط البلد بقى، والسكاي تاور كمان هنا موجود، مرسى بتاع العبارات، لان الناس اللي ساكنين هنا بيستسهلوا جدا ان هم ياخدوا العباره ويوصلوا بيها لحد وسط البلد عشان يقدروا يروحوا شغلهم، ودي اسرع طريقه لان سكان ديفونبورت ان هم يروحوا على وسط البلد، وارخص كمان طريقه. فهم العبارات بتبقى موجوده بشكل مستمر، طبعا ممكن دلوقتي عشان احنا ويك اند فالعبارات قليله، لكن طبعا فتره الصبح وفتره الشغل بتكون اكتر كتير. كمان في هنا ممشى اللي هو يعتبر زي الكورنيش، فبيبقى حلو قوي الناس برضو انها تيجي تتمشى، برضو حلوة. وكمان فيها منطقة ألعاب هي ورا شوية، ممكن احاول ان انا اجيب لكم المكان. هي بصراحة منطقة جميلة جدا، وفيها كمان مكتبة كبيرة، مكتبة عامة من المكاتب بتاعت اوكلاند، فحلوة. هنا ده بقى مرسى السفن، وفي كمان كافيهات ومطاعم. على طبعا في كافيه ومطعم هنا، وفي نفس الوقت في في الجزء الثاني انا برضه هوريكم يعني. انا سايباكم بصراحه تستمتعوا بصوت البحر. هنا قدامنا ده يعتبر مطعم شيك جدا برضو، حلو. هو غالي شوية بس يعتبر تجربة مش وحشة يعني. بس احنا طبعا مطاعم كتير مش حلال، احنا لما بنروح مثلا مطعم مش حلال بنختار الحاجة اللي هي مفيش فيها كحول او جيلاتين او اللي هي الحاجات اللي هي مش حلال يعني. طبعا شايفين الناحية التانية برضو في مطاعم وكافيهات. Thank you.
مطعم او لو عادي في ناس تقدر تشرب قهوه، بس هنا اسمه ديفن اون وولف. هي المنطقه اسمها ديفن بورت. هنا بقى برضو ممشى حلو جدا، الناس برضو تيجي تصطاد سمك هنا. وطبعا في شط يعني للناس اللي بتكون عايزه في الصيف انا تيجي تستمتع بقى بالبحر وكده. يعني هي نيوزيلاند كلها على البحر، فهي مليانه شواطئ يعني. طبعا الممشى بقى مكمل للاخر، بس انا جيت هنا عشان اوريكم كمان منطقه الالعاب. هناك في العاب كتير هنا زي ما انتم شايفين، كافيهات وحاجات حلوه جدا. فهو كفسحه برضو ظريفه جدا، الاولاد يقدروا يستمتعوا في البارك ان هم يلعبوا في نفس الوقت، ان احنا ممكن ناخد كوفي في اي مكان، او حتى ان هو الناس ممكن تعمل قهوتها في البيت وتيجي تشربها والاطفال بتلعب يعني. كمان كممشى حلو جدا، كمان ان هو يعني الناس العائلات اللي هي معاها اطفال وكده تقدر ان هي تمشي بكل سهوله في المكان يعني، اللي هي اللي بيكون معاهم عربيات بيبيز يعني، فبتبقى حلوه جدا يعني. فدي منطقه ديفنبورت، وكمان قريبه طبعا من القاعده البحريه الملكيه النيوزيلنديه، وكمان السفنتين كانوا واقفين. على فكره عادي ان انا اصورهم، دي ما فيش فيها مشكله يعني، ف ان هي مش حاجه كانت محظوره او اي حاجه، لان لو كان في حاجه محظوره وكده كان هتكون مكتوبه يعني. فاتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، واستنوني في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم.